مرحبا بالمشاهدين مع اجدد اخبار نجوم تركيا. خطوبة الممثل تولجا ساريتاش اقيمة في مساء البارحة 22 من شهر فبراير الجاري. خطوبة الممثل تولجا ساريتاش على حبيبته مصممة الازياء زينب. وكان محبي الممثل تولجا متفاعلون جدا في امسية البارحة مع خطبة نجمهم المحبوب، وتداولوا العديد من اللحظات السعيدة التي شهدتها لحظات الخطوبة. يذكر ان حفل زفاف الممثل تولجا سوف يقام في فصل الصيف المقبل في مدينة تشمشي التركية. مشهور تركي يدخل سوريا. البار رندي هو احد اشهر اليوتيوبر الاتراك، ولكن دوما ما كان يتساءل عن الاوضاع في سوريا. هل هي فعلا خطرة؟ وللاجابة على تساؤلاته توجه من تركيا الى لبنان، ومن لبنان دخل الاراضي السورية عبر الحدود. ومن ثم عندما وصل الى دمشق تفاجأ بالحياة المفعمة بالحيوية، واوضح له اهل سوريا بانه فعلا قد تكون بعض المناطق في سوريا خطرة ولكن دمشق امنة. وان اندهش البار من ترحيب وضيافة أهل سوريا له، فلم يجعلوه يدفع قيمة الطعام الذي طلبوه في إحدى المطاعم، موضحا البار بأنه من المستحيل بأن يصادفه هذا الموقف في تركيا. كما وعبر عن سعادته بترحيب الناس به ولطافة تعاملهم معه. وأضاف بالأخير البار بأن وجهته الثانية عندما تفتح الحدود سوف يتجه إلى غزة. الممثل علي بوراك جيلان في مصر. شارك الممثل علي بوراك جيلان صورا له من الإجازة التي قضاها في مصر، وقال بأنه سوف يشتاق إلى مصر كثيرا عند مغادرته لها. رونالدينيو في تركيا. توصل رجل الأعمال أجون والمالك للقناة الثامنة التركية ومنتج برنامج المنافسات الأنجح في تركيا وهو سيرفايفور بأن اللاعب البرازيلي الشهير رونالدينيو وصل إلى تركيا وسوف يشارك في حلقات برنامج سيرفايفور مع المتسابقين. تصريح الممثل كرام بورسيان يجعل المنتجين في حالة غضب. أنا لا أشاهد المسلسلات ولا أحبها، ووالدتي هي من تشاهد بعضها وتخبرني عنها. غضب الكثير من المنتجين الأتراك من هذا التصريح الذي يستخدمه بعض الممثلين في حالة فشل مسلسلاتهم بقولهم بأنهم لا يشاهدون المسلسلات ولا يحبوها، موضحا المنتج عثمان بأن هؤلاء الممثلين لو نجحت آخر مسلسلات لهم لما كنا سنراهم يقولون هذه التصريحات التي يرمون بها فشلهم على الآخرين، موضحا المنتج بأنهم يدفعون الملايين لإنتاج مسلسلاتهم وفي النهاية يأتي البطل بتصريح مضحك من بعد فشل مسلسله قائلا بأنه لا يشاهد المسلسلات، موضحا المنتج بأنه بالطبع لن تشاهد المسلسلات إذ أنت كنت بطلها. كما وعبر بعض المنتجين بأن هذه التصريحات سوف تضرهم ولن تنفعهم، حيث قد تجنب بعض شركات الإنتاج التعامل مع هؤلاء الممثلين. يذكر بأن الممثلة هازالكايا سبق وأن أدلت بتصريح ممثل لتصريح الممثل كرام بورسيان، وقام البعض بالرد على منتج عثمان موضحين بأنه كل شخص وهو حر في كلامه ورأيه وتصرفاته ولا عليك أخذ موقف منه، فهو حر في رأيه. وعلى ذكر اسم الممثل كرام بورسيان والذي يحظى بشعبية كبيرة جدا في الآونة الأخيرة في إسبانيا، البارحة عرض لقاؤه على شبكة موفي ستار بلس الإسبانية المشفرة، وحظي اللقاء على إعجاب الكثير من محبيه، وفي غضون ساعات نال لقائه على أكثر من 100,000 مشاهدة.
هل تخطط الممثلة جولجان الانسحاب من التمثيل؟ لاحظت مؤخرا الصحافة التركية بأن الممثلة جولجان بدأت تهتم أكثر بأن تكون نشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشاطها مماثل لنشاط مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة الإعلانات التي تقدمها عبر قصص الانستغرام من خلال حسابها عبر الانستغرام. وأوضحت الصحافة بأنها ربحت أكثر من 300 ألف ليرة تركية في غضون 24 ساعة، وهذا دفعها للاستمرار أكثر بأن تكون مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الممثلة جولسيم علي توضح سبب انسحاب الممثلين المفاجئ من المسلسلات. وفي أجدد تصريح للممثلة جولسيم علي قالت بأن مسلسل جبل جنون والتي انسحبت منه هو فعلا مسلسل مميز جدا ومختلف عن الكثير من المسلسلات وفريد من نوعه، موضحة بأنها هي كممثلة يجب عليها عدم الانسحاب من المسلسل وبشكل مفاجئ. ولكن قالت صدقوني عندما يقول الممثل بأنه يريد الانسحاب من مسلسل كونوا على يقين بأن قراره كان صحيحا، لأنه يعلم بأنه دوره في المسلسل أصبح بلا أهمية له في مسار أحداث المسلسل، ولذلك نفضل الانسحاب ولا أن نكمل مشوارنا في المسلسل ودورنا في الأحداث ليس له أي فائدة وقد انتهى منذ زمن، فلا فائدة من الاستمرار. الممثل بوراك أوزيفيت في روسيا. ذهب الممثل بوراك أوزيفيت إلى روسيا لتلبية عدة دعوات، وتم التقاط العديد من الصور لبوراك منها في طيارته الخاصة وغيرها. وأول دعوة كانت لموسيقى المسلسلات، وثاني دعوة من أجل المسرحيات التمثيلية.